إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم مشاهدين قناة ست البيت. هنعمل مع بعضنا النهارده القطايف بطريقه سهله جدا وجميله جدا، ونعملها خفيفه علينا خالص. النبات مش هنقليها في الزيت ولا اي حاجه، هنعملها تحت شوايه البوتاجاز، تبقى هتاخد برده لون ذهبي وتبقى جميله جدا ان شاء الله، وتبقى خفيفه علينا جدا جدا احسن من نقليها في الزيت. انا معايا النهارده كوبايتين دقيق وربع كوبايه دقيق سمولينا او دقيق البسبوسه، بنشتريه سايب من عند العطار، جميل جدا. وهنا نص معلقه خميره بيره، وديت معلقه سكر كبير، وديت يعني نص معلقه او ربع معلقه كركم، هيديها لون ذهبي جميل قوي، هتبقى جميله ان شاء الله. معناها ربع معلقه كربونات وربع معلقه ملح. هنشوف بقى نعمل الشغل مع ازاي مع بعضنا. كل ده هناخده في الخلاط، كل المكونات دي هاخدها في الخلاط معانا كده، حاجه هتبقى سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل ما نضربها في الخلاط كده بتبقى ايه، هشه وجميله قوي ان شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه روعه يعني. كل المكونات اللي معانا هناخدها كلها مع بعضها في الخلاط، نضربها وهنسيبها تستريح 10 دقايق وهنشتغل فيها على طول. زي عجينة الكريبة بالظبط، حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. هي بتبقى خفيفة كده عشان تطلع جميلة ان شاء الله. هسيبها بقى اغطي عليها في نفس الشفشة، اصبها برده من نفس الشفشة كده، اغطي عليها 10 دقايق بس عشان ما تخمرش قوي، لو خمرت قوي هتبقى تعمل فتحات كبيرة قوي معانا في الشغل. فهنسيبها كده 10 دقايق اغطي عليها وهسيبها ارجع معاكم اشتغلها على طول. القطايف بتاعتنا اهيت، قبل ما نعمل اي حاجة فيها لازم نقلبها الاول، نقلبها كويس اول اول قبل ما نصب منها على الولا. ومعايا الشوايه اهي مسخناها، الشوايه ديت دلوقتي درجه حراره متوسطه، بعد ما سخنت وطيت عليها الولا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه جميله جدا. الحجم بتاع القطايف ديت في ايدينا احنا بقى، نعملها كبيره او نعملها صغيره ديت في ايدينا احنا. ان شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة جدا. المسامة بتاعتها اتفتحت اهو، جميلة جدا، الله اكبر، حاجة روعة كده ما شاء الله. طعم اللي نشفت خلاص نشيلها على طول علشان ما تنشفش قوي. جميلة جدا، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة جميلة جدا. وهو اللون بتاعها ولا أروع، حاجة روعة جدا ما شاء الله، لونها جميلة جدا ما شاء الله. نحطها بقى تبرد، وبعد كده لازم نغطيها بفوطة عشان ما تنشفش مننا. لونها جميل جدا، الله أكبر، خلص بقى كل الكميه بنفس الطريقه ديت، وارجع ايه اجهزها معاكم للاكل. دي القطايف بتاعنا خلصناها كلها في الشوايه مع بعضنا، جميله جدا، نتيجتها هايله ما شاء الله، حاجه جميله جدا، الله اكبر، حاجه جميله جدا، لونها روعه روعه روعه. معلقه الكركم اللي حطيناها او سنه الكركم اللي حطيناها دي مديها لونها جميل جدا وتحفه جدا. ودي السمنه برده مقصر عليها مخليها شكلها جميل جدا، الله اكبر. دي بقى هزوها معاكم بطرق مختلفه جدا، هتعجبكم جدا ان شاء الله. القطايف بقى هنحشيها معاكم بايه، بثلاث حشوات مختلفه. عندنا هنا مكسرات، وهنا لحمه مفرومه، وفي تانية هعملها بالكريمه بقى معاكم، يعني هعملها الاشطاز بتاعها واحطها تحت الشوايه وهحشيها بالكريمه. دي كده هحشيها بالكريمه،
وكله ده حط ايه تحت الشوايه ياخد لون بس. نعملها كده بس عشان ايه نحط لها كريمه ان شاء الله. ان شاء الله نعملها 3 حشوات معاكم مختلفين. دي هحشيها لحمه كده ونعملها كده وكده ونحشيها لحم. ديت لحمه متعصبه نحط عليها جبنه موتزاريلا. دي بتبقى جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. تبقى روعه 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 احسن من المسكر كمان. حاجه جميله جدا الله اكبر. ونقفلها كده من الجنب ونيجي من الجنب التالت نقفلها كده والتالت نعملها كده بس. حاجه كده ايه وهم كده ما شاء الله. ونحط لها شويه جبنه موتزاريلا على وشها الله اكبر. معنا بقى اي مكسرات كده اي نوع مكسرات موجود مش هتفرق اي حاجه. كل واحد على حسب امكانياته. وهنحط بنحط مكترش قوي عشان نعرف نقفله ما تخرجش ان شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه جميله جدا الله اكبر. كفايه الحاجه عاملينها في بيتنا ديت حاجه جميله جدا. حاجه عاملينها في بيتنا ديت بتبقى نظافه جدا يعني. كل بقى القطايف ديت هعملها كده معاكم كده يعني هخلصها كلها الكميه دي كلها وادخلها تحت الشوايه تاخد لون كويس كده. طب بتاخد لون من ناحيه هقلب على الناحيه التانيه تاخد لون تاني وهرجع معاكم واكمل معاكم الفيديو. ما شاء الله لا قوه الا بالله. القطايف بتاعتنا روعه روعه روعه. ديت عملناها باللحمه المفرومه وكل ده عملته تحت الشوايه ما حطيتش اي حاجه في الزيت وعاملاه قدامكم. ودي حشيتها بالكريمه وديت بقى هحط عليها سيرب خفيف خالص هرش عليها بس كده. السيرب دوت كوبايتين السكر عليهم كوبايه ونص ميه ودون بارد اصلا. كل دوت هدفي في الفيديو دوت ان احنا نخفف على نفسنا شويه القلي والحاجات دي كلها بتبقى صعبه علينا جدا يعني بالذات في الصيام احنا محتاجين حاجات خفيفه. فهنخفف على قد ما نقدر دوت يعني ايه الحاجات دي ما حطيتش في الزيت كده بتبقى خفيف علينا شويه. ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه جميله جدا الله اكبر. الشغل بيتكلم عن نفسه روعه روعه روعه. حاجة جميلة جدا. الله أكبر. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في الشغل بتاعي دوت وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.